الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، روي عن أنس رضي الله عنه أن نوح عليه السلام لما أتاه ملك الموت قال له: يا نوح، يا أكبر الأنبياء، ويا طويل العمر، ويا مجاب الدعوة، كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بيت له بابان، دخل من باب وخرج من الآخر. هذا نوح عليه السلام الذي عمر في دار الفناء كما في بعض الأقوال أكثر من 1600 سنة. يقول عن هذه الحياة بطولها: كرجل دخل بيت من باب وخرج من الآخر. إذا ماذا نقول نحن ونحن في هذه الأمة أعمارنا ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، خاصة ونحن في هذا الزمن الذي نرى فيه سرعة انقضاء الأيام، وكأننا في ذلك الزمان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيه السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. ما أن نصبح بدون أن نشعر إلا ونحن في المساء، تدخل علينا سنة جديدة لا نستفيق إلا ونحن في آخر العام، وهكذا تتقدم بنا الأعمار، تنقص منا الآجال، وربما كنا في غفلة. لذلك أخي الحبيب، مع سرعة انقضاء الأيام وتصرم الأعوام، أما لنا وقفة مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قف مع نفسك أخي الحبيب وانظر ماذا قدمت للقاء الله جل وعلا من خلال هذا العمر الذي مر سريعا. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا اليوم العرض على الله. وأحسنوا منه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هل تعلم ماذا يتمنى المفرط والمقصر في ذلك اليوم؟ قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هل تعلمون لماذا؟ لأنهم عملوا أعمالا، اقترفوا ذنوبا وسيئات ونسوها، ولكن الله أحصاها في كتاب. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسوف يخرج لنا هذا الكتاب في يوم الحساب، ويقال لأحدنا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو أسأل أحد الحضور الآن: ماذا عملت في يوم 12/1 الساعة 9 مساء عام 1442، من منا يذكر ماذا عمل خلال تلك الساعة في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات؟ والله نسينا ماذا عملنا، لكن الله أحصى جميع أعمالنا في كتاب. سوف نجد فيه النظرة والكلمة والخطوة، بل نجد الصغائر قبل الكبائر. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أين أولئك الذين يقولون: أنت متشدد يا شيخ، الدين يسر، لا تدققون في كل الأمور، مشي، هذه صغيرة، هذه نظرة، هذه كلمة، هذه ليست بشيء، هذه مجرد نغمة جوال، هذه امرأة تقدم أخبار، هذه خادمة، هذه زميلة عمل، هذه كذبة بيضة، هذه فوائد بنكية، المسألة فيها خلاف. يتساهلون بالذنوب والمعاصي، والله جل وعلا يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان دقيق يا عبد الله، مثاقيل الذر سوف توزن لك وتجده أمامك. بل يخبر جل وعلا أيضا أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الرجل يكون في حضرة أهل البيت أو في القوم، فتمر بهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ، وإذا انتبهوا غض.
هذه النظرة السريعة الخاطفة السرقة في وقت غفلة الناس يخبر جل وعلا أنها علمت وسجلت، كيف بما هو أكبر منها؟ بمن يتسمر أمام القنوات فيها الكاسيات العاريات الساعات الطوال، أو يقلب بصره في هذه الأجزة الذكية في الحرام والإجرام وقت طويل، أو يخالط النساء كل يوم وينظر إلى ما لا يحل له ويستمتع، كل هذا مسجل وسوف يعرض. يقول الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تقف يوم القيامة أمام الله لوحدك للحساب، ما معك أحد، لا مال ولا ولد ولا حسب ولا نسب ولا لقب ولا رتب، حتى الكفيل لن تجده أمامك. بعضهم اليوم يتحجج بالكفيل، يتلاعب بالأسعار، يغش في البضاعة، تناصحه يقول أنا مجرد عامل، الكفيل فاتح له محل يبيع فيه معسل وجراك، أو في البقالة يبيع الدخان، سم على أخوانه المسلمين مكتوب عليه، يسبب أمراض السرطان، تصلب الشرايين، أمراض الرئة، وعليه رسومات توضح، ومع ذلك يبيع. يزور المستشفيات بسبب هذه السموم من إخوانه المسلمين يوميا عدد من البشر، بل زار المقارب والمقابر قتلى بسبب هذه السموم ولا زال يبيع. تناصحه يقول أنا مجرد عامل، الكفيل، والله لن يجد الكفيل أمامه يوم القيامة يدافع عنه أو يحمل عنه وزر. كل سوف يقف لوحده ويحاسب لوحده، لكن سوف يقف أناس يحملون أثقالهم مع أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخي الحبيب، إن كنت من المحسنين فتزود، فإن خير الزاد التقوى، وإن كنت مفرطا مقصرا تدارك نفسك قبل أن يفجأك الأجل. فالموت يأتي بغتة بدون إنذار، بدون سابق إشعار، بدون تحذير، إلا ملك الموت ماثلا أمامك. أحدهم كان يسير على أحد الخطوط السريعة، حصل له حادث، مكث بعد الحادث في غيبوبة فترة من الزمن، لما أفاق زاره بعضهم في المستشفى وسألوه: كيف حصل الحادث يا فلان؟ قال: لا أدري، كنت أقود السيارة، بعد فجأة ما شعرت بنفسي إلا في المستشفى. قالوا: احمد ربك أنك استفقت في المستشفى، غيرك ربما لا يستفيق بعد الحادث إلا في القبر. على سؤال الملكين: نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، أنت ما تدري متى أين على أي حال يفجأك الأجل، فكن على استعداد من الآن. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله رجل كبير في السن، فقال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: اعلم أنك منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تصل، فانظر ماذا قدمت. فقال ذلك الرجل: ما الحيلة ما العمل؟ قال: إنه يسير، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. أنت أخي المبارك منذ متى وأنت سائر إلى الله؟ اعلم أنك منذ أن سقطت من بطن أمك، منذ أن وضعت هذه الأقدام على الأرض، وأنت سائر إلى الله ويوشك أن تصل. بختام هذا العام الماضي 45 يكون نقص من آجالنا سنة، اقتربنا من قبورنا سنة، اقترب لقاءك بالله جل وعلا سنة، فانظر ماذا اعددت لهذا اللقاء. ليس كل عام، كل يوم يمضي يقربك إلى أجلك. يقول الحسن يا ابن آدم: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، أي كل يوم يمضي من عمر الإنسان ينقص من أجله ويقرب من قبره. مثل هذا التقويم الذي يوضع على الجدران في بداية العام مملوء بالأوراق، كل يوم ننزع ورقة أو نقلب ورقة، في نهاية العام لا يبقى إلا الجلدة والقاعدة لا قيمة لها، يستغنى عنها. كذلك الإنسان هو عبارة عن أيام معدودة، أنفاس محدودة، خطوات محسوبة وهي في علم الله. إذا انقضت تلك الأيام توقفت الأنفاس، انقطعت الخطوات، ثم توارى تحت التراب وتنتظر إلى قيام الساعة لتعرض على الله عز وجل أنت وما قدمت. فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لعلينا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يحسن لنا الختام. اللهم ثبتنا عند السكرات وعند السؤال في القبر،
ويوم تزل الأقدام. اللهم اجمعنا بوالدينا وإخواننا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع من نحب في دار كرامتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.